بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باور بوينت 2016 بروجكت 1 كويتشن 3 أو السؤال التالت. Added a new slide 2 with the title and the content layout tip jobs for volunteers. المفروض هكتب نوعه أو هكتب jobs for volunteers as the slide title, the title بتاع ال slide, and then in the content place holders save the following. الكلام ده هكتبه في الهولدر بتاعي. طب اخدها كوبي الاول من الماوس كوبي وراح رايح الناحية التانية في ملف الباوربوينت بتاعي الجديد. عايز اضيف هنا سلايد لما حاجة هنا في المكان ده وروح دايس انتر ضيف لي سلايد جديدة او بخش انسرت. وانا في انسرت بقى عندي حاجة اسمها نيو سلايد. وانا في نيو سلايد بختار اللي هي تايتل سلايد دي او بختار عندي حاجة اسمها بلانك او بختار عندي حاجة اسمها هنا تايتل اونلي او تايتل اند كونتنت. هو عايز تايتل اند كونتنت. انا اخترنا اختار نيو سلايد وتايتل اند كونتنت. او ندوس عليها تنزل هنا عايز كليك تو اد تايتل اضغط عليها ويمين ماوس وراح قايل له بيست كيب اونلي وراح رايح الناحية التانية تاني بتاعت الوورد واختار يقول لي هنا يبقى دي حطيناها في التايتل بتاعنا. اند زين ذا كونت بليس هولدر تيب ذا فولوينج واخد النقط دي كلها اخد النقط دي كده اخدهم كوبي واروح الناحية التانية في الباوربوينت واروح جاي يمين ماوس واقول له يبس. هلاحظ ان هو نزل لي النقط بجنب النقط التانية. همسح النقط دي عشان بس دخلت واخدها كوبي فجاية كاملة معايا. والنقطة التانية ديت اللي هي الخاصة بالبيلتس اللي لو انا في الهوم هنا هلاقي في البيلتس دي كده اللي هي النقطة دي خاصة بالبيلتس كده تمام. واحفظ الشغل بتاعي ده كده. ده السؤال التالت.